دعونا وحدنا، هيا. يوجد الآن رجل في بيتنا يقول إنه جاء من قبل الحسين بن علي. هو في بيتنا؟ أجل، هو هنا في بيتي أنا، والد زوجة عبيد الله بن زياد. ماذا لو عرف عبيد الله بهذا الأمر؟ هل تعرف ذاك الرجل؟ كلا، لم أره من قبل. ولعله كما تتوقعون أنتم أيضا، بأنه ليس من قبل الحسين بن علي، بل من جانب عبيد الله بن زياد، وجاء ليختبرنا. لعله يكون حقا سفير الحسين بن علي. ماذا أصنع إذن في مواجهة هكذا أمر؟ تجاهل هذه الرسالة أيا يكون مرسلها يا أبتاه. بحري على حق يا منذر، أنت ما كنت رجل سياسة يوما، أبعد تهلكة عن نفسك. الويل لي، الويل لي، أنت من أجبرني على تزويج بحرية من ابن زياد، هذا الرجل الذي أوغل في دماء الأبرياء. ما هذا الكلام يا رجل؟ ابنتك الآن في بيت أمير البصرة، ابن زياد هو المسؤول عن ذنوبه ولسنا نحن. ماذا أصنع مع هذا الرجل الذي هو في بيتنا؟ ماذا لو كان سفير الحسين حقا؟ أطرده من هنا. أجل، هذا أفضل حل، آمر أن يطردوه من بيتنا وتنتهي القضية. أنت أيضا لا تتحدثي بشيء عن هذا الأمر مع ابن زياد. لن أقول شيئا أبتاه. اصبر يا أبي، ماذا لو كان جاسوسا لابن زياد؟ عندها سوف يعاقبنا بشدة ويقول لماذا لم تسلموني رجلا، لعله كان سفير الحسين. ابنتنا بين مخالبه، ونحن أيضا. إنه جاسوس، وإلا ما كان يجرؤ أن يطأ بقدميه هذه الدار. نعم، الجميع يعلمون أن ابن زياد هو نسيبك. إني أقف على مفترق طرق، إن كان جاسوسا أقع أسيرا بيد ابن زياد، وإن كان سفيرا للحسين أواجه عذاب الآخرة. أيهما أخشى أكثر، عذاب الآخرة أم غضب ابن زياد؟ عذاب الآخرة؟ دع عنك هذا الكلام يا رجل، لم تمضي سوى أيام قليلة على سعادة ابنتنا في بلاط عبيد الله. أفرغ قلبك من الأمل والرجاء وفكر في سعادة ابنتنا بحرية. أجل، ارحمني أبتاه. أقسم بالله عليك، قل لمن تكون أنت. أنا سفير الحسين أيها الشهم، وهذه رسالته وختمه الذي تعرفه. أقسم بالله الذي يطلع على أحوال عباده، أنا صادق في كلامي. حقا أنت جاسوس حاذق وتعرف مهنتك جيدا. الويل لك يا ابن الجارود، هكذا تدفع بضيفك لكي يقتل بالسيف؟ لا تتعب نفسك أكثر من هذا، فإني اتخذت قراري. أنت ترى أني جئت لإيصال رسالة مولاي من دون سلاح، ولو كان الأمر مختلفا ما بقي أي منكم على قيد الحياة الآن. تعد له إذن.
اصبروا، نأخذه إلى الأمير عبيد الله بن زياد. اسمعوا ما سأقوله لكم، اصبروا، اسمعوني. ابن زياد لن يتخلى عني بهذه البساطة. جمعتكم لأخبركم أني لن أبقى في البصرة، أنا سأمضي الليلة إلى مكة. بلغني أن يزيد بن ثبيط وأولاده غادروا البصرة أيضا من أجل نصرة الحسين بن علي. هنيئا له، فقد كان صادقا في قوله وعمله. سليمان ماذا يصنع؟ لقد وجد زوجته اليوم، وجدها جريحة في خربة. لماذا هي جريحة؟ وكيف حالتها الآن؟ هي لبت دعوة الحق قبل أن يراها اليوم سليمان. أية مصيبة هذه؟ وسليمان، سليمان كيف حاله الآن؟ توجه إلى دار ابن الجارود لإبلاغ رسالة الحسين. ذهب إليه أخيرا. لا أعلم، لا أعلم لماذا أشعر بالاضطراب لسماع اسم المنذر. تمنيت أنه لم يذهب إليه. أردت منك أن توفر الحماية لسليمان. إنه لمن دواعي فخري الكبير. أنت أيضا معرض للخطر، لا تمكث في البصرة كثيرا. قلت لعلي أتمكن من إقناع أشخاص آخرين من رؤساء قبائل البصرة لمرافقتنا في سفرنا هذا، فإنه من الأفضل أن تنطلق قافلة كبيرة من البصرة تلبية لنداء الحسين بن علي، فنكون شوكة في عيون يزيد وابن زياد. حماك الله، لقد كنت لنا كل هذه السنين عونا وحما. أنت أيضا مصباح الأمل لي ولشيعة البصرة جميعا. أنا عندي عيال، أنا ما فعلت شيئا. اخرس أيها المعتو، ألا تدري أنه لا يحق لك الخروج من بيتك ليلا؟ لا بد أنك من مثيري القلاقل. أنا ممن يثير القلاقل؟ لقد خرجت لأبتاع دواء لولد صغير. اخرس. أين السيدة؟ ماذا جرى؟ أين السيدة؟ إنها في غرفتها. ماذا جرى؟ لماذا أنت مضطرب هكذا؟ ماذا أقول يا سيدتي؟ وقع الذي ما كان يجب أن يقع. سليمان؟ أجل، أخذوه إلى دار الخلافة. قسما بالله سوف أهاجم دار الخلافة بكل ما أملك من قوة حتى أخلص سليمان. ابتعدي من هنا سريعا، لو عرف ابن زياد أن سليمان كان في بيتك فإنه لن يرحمك أبدا. سيف ابن زياد مسلط على رقبتك أنت أيضا. لن تصل يده إلي بهذه السهولة، سأذهب لأجد سبيلا لكي أنقذ به سليمان. اذهبوا من هنا. أدهم؟ نعم سيدتي. هل يمكنك مهاجمة دار الخلافة؟ نحتاج إلى 50 مقاتلا على الأقل. يمكنك استنفار رجال الشيعة.
قد يمكنني ذلك، لكن سليمان قال إنه لا يريد أن تراق الدماء من أجله. لقد ذهب إلى حتفه برجليه. سليمان قال ابذلوا جهودكم من أجل نصرة الحسين وانطلقوا إلى مكة على وجه السرعة. اصعد إلى سطح البيت وأوقد النار، وسوف أتوجه بنفسي مع عدد من الغلمان والإماء إلى البوابة وأنتظرك. انطلق. نعم سيدتي. لكن ربما أقتل قبل أن أصل مكة، أو ربما قبل أن تصل قدماي إلى خارج بوابة البصرة. فإذا قرت عيناك برؤية سيدي الحسين فلتبلغيه سلامي. أبتا تفضل. أية زوجة أنت ولا تعرفين بمكان زوجك؟ ها؟ لو كان حاكما لمدينة واحدة فقط فإنه يبغي ثواب خدمة الناس فيها، ولكنه تولى حكم الكوفة أيضا. أنا لا أعلم كيف صبرت أنت في هذا القصر. حياة الأمراء لا تقل صعوبة عن حياة البسطاء. ولكن ليس بهذا التفاوت، فالأمراء أيديهم مبسوطة وقلوبهم ضيقة، والبسطاء أيديهم ضيقة وقلوبهم مبسوطة. أنا قانعة بهذا القدر من انبساط اليد. أرى الأب وابنته في خلوة، ماذا جرى؟ ما دام الأمير ينظر إلى زوجته بعين الشك والريبة ويسعى في كل لحظة لاختبارها، فهو لا يطيق خلوة البنت بأبيها أيضا. الأمير يعلم جيدا أن الثقة هي عمود خيمة المحبة، لا ينبغي له أن يدعها جانب. لكنك تعرف عبيد الله إنه حتى ثياب المحبة يرتديها بزينة الغضب أيضا. غضب الأمير يحرق أحيانا الأخضر واليابس معا. لكنكم في أمان دائما، قل ما ترغب قوله. ليس من العدل أن تختبرني وأنا لك مثل الأب. اختبار الناس يجري بالنساء والذهب، وأنت لست ممن يختبر بأيهما. ترسل إلي جاسوسا يزعم أنه سفير الحسين، ها؟ ولنفترض أني قبلته وانخدعت به، هل تعدمني بسببه وتطلق زوجتك بالثلاث؟ نحن أقاربك، ما أنت صانعه حتى لا تلحق بك ظلامته. كيف عرفت أنه جاسوسي أنا؟ هل ظننت أني أحمق أم حسبت أنك حاذق جدا؟ لا أظن أن أشجع الرجال يأتي إلي وأنا والد زوجتك من دون أدنى خشية ويزعم أنه سفير الحسين، ويقول لي إنه ذهب إلى زعماء البصرة وإني أنا آخرهم. بارك الله فيك أيها الرجل المسن، أحسنت. إنك لم تمضي عمرك هباء، وهل قتلت ذلك المسكين لفرط غضبك عليه؟ بل لقد جئت به إليك. فلتأت به.
اقترب. اذهبوا. سليمان، أين رأيتك من قبل؟ كنت في قعر البحر أم في أوج السماء؟ من هو هذا الرجل؟ أنت جئت به إلي، كيف لا تعرفه أنت؟ ألم يخبرك بأنه سفير الحسين؟ الشخص الذي جئتني به لم يقدر على الإمساك به كل جنود المدينة وجواسيسها. هل هو حقا سفير الحسين بن علي؟ هل أنت حقا سفير الحسين بن علي؟ أجل، رغم أني لا أستحق هكذا مقام، لكني عبد من عبيد الحسين. سليمان؟ أيها الأمير، اعف عنه من أجلي. اخرس أيها العجوز، وإلا سيكون مصيرك كمصيره تماما. ظننت أني لا أعلم إلى من يميل قلبك. حسنا، قل لي كيف أصبح سيدك يهوى الخلافة فجأة؟ أي فضل تضيفه الخلافة على سيدي عندما يكون هو وارث آدم ونوح وإبراهيم خليل الله؟ فأين وراثة موسى وعيسى ومحمد من هذه الخلافة الوراثية الملكية؟ الحسين لبس رداء الولاية والإمامة بعد أخيه الحسن وأبيه علي، وهو الرداء الذي أنزله الله تبارك وتعالى بيدي جبريل وألبسه في غدير خم رسول الله لعلي حتى اكتمل به الدين وتمت به النعمة علينا ورضي لنا بالإسلام دينا. كل ما ذكرته لنا من كلام لم يعد أحد يطلبه. الناس يريدون فقط خلافة أمير المؤمنين يزيد. رغبة الناس ومطالبهم لن تضيف شيئا على هذه الولاية حتى تقل منزلتها إذا أعرض الناس عنها. إنها قد تجبر علياً على البقاء في بيته، وقد تجبر الحسين للقدوم إلى محل شهادته. تقصد أن مولاك يسير للقاء السيوف المشرعة ضده وهو يعلم بمصيره؟ مولاي لا يخشى الموت مثل ما لم يخشاه شقيقه وأبوه، إنه من قبيلة الشهداء. كيف تريد مني أن أقتلك؟ كما يعجبك أن أعاقبك بها غدا في يوم القيامة. أيها الأمير، سمعت أن سليمان
اذهب الآن واقبض على زعماء البصرة كلهم وهاتهم إلي. الأحنف بن قيس ومسعود بن عمر ويزيد بن مسعود ومالك بن مسمع كلهم. هؤلاء شيوخ القبائل ولدى كل واحد منهم 1000 رجل، فكيف أجئ بهم؟ خذ معك كل الجنود وحراس القصر وحراس السجن كلهم. أريد منك أن تأتي بهم حاسري الرؤوس من بيوتهم. اذهب. 7 نطاع. الآن تماما تذكرت أين رأيتك. ما الخبر؟ 100,000 دينار فاز بها الأمير. لقد رأيتك في دار سيدتي البصرة. عثمان أخي. أخي، لقد شاء الله أن تكتمل الأعمال قبل التوجه إلى الكوفة، وقد سهلت عليك أعمالك. اذهب الآن واقبض على بنت عبد القيس. انطلق. ماريا؟ لا تقل ماريا، بل قل الأفعى الزاهية التي كانت دارها وكرا للشعر والفتنة. اذهب. ماريا، إن لم تكوني معي فلماذا تقفين ضدي؟ والآن أخبرني، كيف ترى الموت يا سليمان؟ قال مولاي: خط الموت على ولد آدم مخطة القلادة على جيد الفتاة. هيا بسرعة. هيا تعالوا. أسرعوا أسرعوا، أحكموا ربط الهودج. تعال ناولني إياه. خذ. اذهب وهاتي بقية الأحمال بسرعة. حسنا. اذهبي أنت وانظري ماذا تريد منك صفية، إنها تبحث عنك. حسنا. هاتي عنك سيدتي، هاتي سريعا. ماذا تفعل يا إبراهيم؟ أدهم. أنا أدهم. رأيت النار مشتعلة وكنت متجها إلى الملتقى، لكن لماذا الليلة؟ لاحقا، يجب علي إخبار بقية الأصدقاء. اتجه أنت إلى البوابة. هيا ناوليني المتاع. في أمان الله. في حفظ الله. إذا عبرنا البوابة ماذا نصنع سيدتي؟ موعدنا أن نلتقي عند بئر قبيلة بني قويم. سمعا وطاعة. يحزننا ذهابك كثيرا، ولن يسد فراقك شيء لدينا. سوف أشتاق إليك كثيرا سيدتي. هكذا شاءت يد التقدير، فسامحوني. تجنبوا حمل الأشياء الإضافية. سيدتي، ماذا نفعل نحن؟ نعم، ماذا نفعل نحن؟ أنتم أحرار، يمكنكم أن تجدوا لأنفسكم رأس مال من خلال بيع هذه الوزات. في أمان الله. نعم. الأفضل لك أن تنطلقي.
تفضلوا. هيا هيا. أنتم أيضا لا تبقوا هنا طويلا، تحركوا سريعا. مريم لا تنسينا من الدعاء. في أمان الله. هل أوثقتم أحمال الجمال؟ نعم سيدتي. أنتم أيضا تحركوا بسرعة. تفضلوا. سيدتي الوقت ضيق جدا، أخشى أن نتأخر. دعني أرى ماذا يصنع هذا الرجل مع الطفل هنا. من أنت؟ وماذا تفعل هنا أيها الرجل مع هذا الطفل الهزيل المضطرب؟ أم هذا الطفل ماتت، إنه يبكي من فرط الجوع، لم يرضع منذ مدة. أنت غريب؟ أصلح، هاتي كوبا من اللبن. أنتم تنوون السفر؟ أجل، الأفضل لك أنت أيضا أن تذهب إلى أقاربك، هذا الطفل يحتاج إلى مربية تتعهده. تبعت شقيقتي أم الطفل، فقد جاءت تبحث عن زوجها فوصلت إلى البصرة. اهدأ اهدأ اهدأ. لن أغادر هذا البلد حتى أجده أو أجد خبرا عنه جداً. على الأقل من أجل الطفل. اشرب، ألم تقل إن أم هذا الطفل ماتت؟ لعلها اشرب. لم تمت حتى الآن، الله أعلم. ووالد الطفل أين هو الآن؟ ماذا أقول سيدتي؟ والده رجل غريب، انتظر 3 عوام حتى يرزقه الله ولدا، وقد وهبه الله هذا الولد، لكنه لم يتمكن من رؤيته حتى الآن. أجل يا سيدتي. لعله يكون ولدا. سيدتي يمكنك أن تحتفظي به عندك، فهو في حاجة إلى من يرعاه. أخبرني يا أخي، هل هو ابن سليمان؟ أجل، هل تعرفين سلمى وسليمان سيدتي؟ أنا أبحث عنهما منذ مدة. بالله عليك قولي لي، أين هما الآن؟ أين هما؟ تعال معنا أنت أيضا، لم يعد لك شغل في هذه المدينة. Thank you.
تعال يا أخي تعال. تعالوا هيا حطموا الباب. اسرعوا ابحثوا عنها في كل مكان، في المخابئ والغرف ابحثوا عنها في كل مكان. هيا. لا يوجد احد في الغرف. فر الطائر من القفص. فوق سطح. لنذهب. هيا. ماذا يجري هناك؟ بقايا نار خامدة فوق سطح البيت يا سيدي. تعالوا. هيا. عبيد الله، إننا لن نجدها بعد اليوم. لعلنا نجد جثتها. هيا. لا غفر الله لكم. هيا اخرجوا. لا غفر الله لكم تقتحمون داري في منتصف الليل. لا غفر الله لكم. اخرسي. لا غفر الله لكم. لا تتطاولي علي هكذا. لماذا تقتحمون داري في منتصف الليل؟ اخرسي ايها المرأة. دعوني وجاءي الى منزلك. هيا. دعوه يا ميليا. إلى أين تذهبون؟ إن كنت تخشى على حياتك فتنح جانبا. اهرب يا أبا خالد. ليس لديه فرصة يا هذا. إنكم ظلمة. توقفوا توقفوا، أنا هنا. اعلموا جيدا أني لا أرغب أن يراق دم من أجلي. تحرك. هيا تحرك. حسنا تحرك. حسنا. لا غفر الله لكم. لا غفر الله لكم. هيا تحرك. هيا. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. أين تذهب؟ تنحى جانبا أيها الغلام النجس. تعالوا إلى هنا. لا تنتهكوا حرمة بيته. هيا امسكوا به. خذوه. هيا بسرعة. هم أيها العجوز. امسكوا به. هيا. دعوني. هيا. ماذا تريدون مني؟ هيا اذهب. دعوني. هيا خذوه. الويل لكم ان عرف رجالي انكم تعاملوني هكذا. باي ذنب تقذفون علي؟ اطلقوني. ماذا تريدون مني؟ اطلقوني. هيا ادخل. من الطارق؟ ابا زيد، هذا انا. افتح. ماذا تفعل هنا يا أدهم؟
قبضوا على سليمان، علينا مغادرة البصرة الليلة. كان موعدنا ليلة ما من فرصة، خرج الأمر من أيدينا. حسنا، ماذا نصنع بعد أن نفتح البوابة؟ علينا أن نتجه جميعا إلى مكة، نقصد الحسين بن علي، ألا تعلم؟ أجل أعلم، ولكن علي البقاء في البصرة. لكنك كنت أشد شوقا مني للقاء الحسين. ولا زلت هكذا، لكن علي البقاء، لدي أمانات للناس وعلي ديون. أوكل أمر الأمانات والديون إلى شخص آخر يا رجل. لدي أعمال أخرى، اذهب أنت، إذا تمكنت سألتقي بكم في الطريق إلى مكة. اذهب. حسنا. أبا زيد، مع من كنت تتكلم؟ لقد كان شحادا عنيدا، شكرا لله. لقد ليتك أعطيته رغيفا من الخبز. لا داعي لذلك، لا داعي لذلك. تمهلوا. ماذا نفعل الآن سيدتي؟ لا يمكننا العبور في هذه الحالة، يجب علينا أن ننتظر. متى يصل أتهم؟ قال إنه سيصل قبل الفجر. ماذا جرى؟ تعالي.